قصة معاناة جاكي شان من ابن طباخ مهاجر إلى أشهر فنان صيني. المذكرات الجديدة التي كتبها جاكي شان نجم الكونغ فو الأسطوري تكشف عما احتاج بذله من جهود ليصبح واحدا من أعظم أبناء هونغ كونغ. نشرت مجلة The New Republic الأمريكية النصف شهرية التي تهتم بالسياسة والفن تقريرا أعده المحرر ريو سبيث، عرض فيه مذكرات جاكي شان التي صدرت مؤخرا تحت عنوان لا تتقدم في السن أبدا Never Grow Up، وكتبها شان بالمشاركة مع الناشر. في مذكرته يتحدث الفنان الذي ولد في هونغ كونغ عن حياته وصراعه مع الفقر والتهميش الاجتماعي حتى أصبح من أشهر فناني العالم وأكثرهم ثروة، ويكشف الكاتب عن جوانب خفية في حياة جاكي شان ويوضح وجهة نظره التي تبدو غريبة في نظر البعض حول الاحتجاج والحرية وعلاقته بالصين وهونغ كونغ. لا شك أن هناك العديد من الطرق لرواية قصة جاكي شان، إنه وريث تشارلي تشابلن وباستر كيتون، صاحب الحركات الهزلية المتألقة التي تترك المشاهدين في حالة من التعجب الضاحك. إنه أيضا وريث بروسلي، فإذا كان بروسلي حطم الصور النمطية القديمة عن الرجل الآسيوي باعتباره ضعيفا ورعديدا، فقد أعاد جاكي شان اختراع هذه الصورة مرة أخرى حين قدم عبر عشرات الأفلام شخصية متماسكة كانت شبه طفولية تقريبا في بهجتها، معروفة بابتسامتها الغامزة بقدر ما هي معروفة بغضب لكماتها. وقبل أن يجعله فيلم رامبل إن ذا برونكس من إخراج سنة 1995 اسما مألوفا في أمريكا، كان صانع أفلام لا يشق له غبار، وكان تسلسله القتالي المفصل وحركاته المثيرة التي تستدعي أشباح الموت هي أهداف لدراسة متفانية أعدها ستيفن سبيلبرغ وجيمس كاميرون. كما ساعد شان في إدخال فنون القتال إلى التيار السينمائي السائد في هوليوود، بحيث أصبح كل بطل تقريبا من أبطال أفلام الحركة والإثارة الأمريكيين، من جيسون بورن وحتى النمر الأسود. يفاخر الآن بوجود عناصر من الكاراتيه أو المصارعة اليابانية في قائمة مهاراتهم الفنية القتالية، واكتمل هذا الانتقال بشكل رمزي في فيلم ماتريكس عندما يفتح كيانو ريفرز عينيه بعد أن قام بتنزيل برنامج قتال إلى دماغه ويهمس باحترام أنا أعرف الكونغ فو. يوضح كاتب التقرير أن هذه الجوانب من أسطورة جاكي شان موجودة جميعها في مذكراته القديمة لا تتقدم في السن أبدا، باعتبارها خيوطا لقصة خرافية للصعود من الفقر إلى الثراء الفاحش، وهو ابن طباخ وخادمة منزلية، أي طفل خادم كما كان يطلق عليه بسخرية، لكنه ارتفع من لا شيء تقريبا ليصبح أشهر فنان صيني على وجه الأرض. في مقدمة الكتاب يتجسد انتصاره العالمي في حصوله على جائزة أوسكار لإنجازه مدى الحياة سنة 2016، وهي المرة الوحيدة على الإطلاق التي تمنح فيها الجائزة لسينمائي صيني. يحمل غلاف الكتاب صورة له وهو يحمل التمثال الذهبي وعيناه مغلقتان كما لو كان يتلو صلاة. ومثل كل قصص الصعود من القاع إلى القمة، سواء كان دادي واربكس حيث ينقذ اليتيمة الصغيرة آني أو المتشرد الهندي الذي يصبح مليونيرا، تعد قصة شان في نهاية المطاف حكاية عن المكان الذي ولد وترعرع فيه وترك فيه أولى بصماته، وهي هونغ كونغ التي تحولت على مدار حياته من آخر موقع هام للإمبراطورية البريطانية إلى مكان غامض على تخوم الصين الصاعدة. ويقدم كتاب لا تتقدم في السن أبدا بطرق غير مقصودة في الغالب طريقة أخرى لرواية قصة جاكي شان، إنها قصة تتعلق بالاستعمار والرأسمالية والأساطير التي نبنيها لتبرير العيش في ظل كليهما. عندما ولد جاكي شان في سنة 1954، كانت هونغ كونغ تتحول بسرعة إلى ملاذ للصينيين الذين يفرون من الحكم الشيوعي إلى البر الرئيسي. كانت الدولة المدينة الصغيرة التي تبلغ مساحتها الكلية 400 ميل مربع، تاريخيا بمثابة موطئ قدم للتجار الأوروبيين الذين يسعون للوصول إلى السوق الصينية، كما تروي المؤرخة جان موريس في كتابها هونغ كونغ. غير أنه بعد تولي ماو وعصابته السيطرة على مقاليد الأمور سنة 1949، انتهت التجارة الغربية مع الصين، وأصبحت هونغ كونغ محورا لذاتها ومركزا لكل من القطاع المالي والصناعي، وتحولت في نهاية المطاف إلى رمز عظيم لقوة توليد الثروة في الرأسمالية على أعتاب أكثر الدول الشيوعية من حيث عدد السكان في العالم.
وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه الصين من المجاعة والاضطرابات السياسية والخطط الخمسية البائسة واحدة تلو الأخرى، صعد في سماء هونغ كونغ عدد لا نهاية له من ناطحات السحاب التي بدت وكأنها تلقي بظلالها الممتدة الساخرة على جارتها العملاقة. كان والدا جاكي شان الفاران من الاضطهاد السياسي والباحثان عن عمل من بين العمال المهاجرين الذين شكلوا العمود الفقري لاقتصاد هونغ كونغ في عقود ما بعد الحرب مباشرة. هبط آل شان على فيكتوريا بيك وهو حي فخم تحتضنه التلال ويسكنه الأثرياء والدبلوماسيين الأجانب، وأصبح معروفا الآن باعتباره موقعا سياحيا حيث يمكن للمرء أن يبدأ جولته لمشاهدة تضاريس هونغ كونغ الشهيرة من الأعلى. وهو بمثابة وعاء صاحب من الخرسانة والزجاج مقامة على حافة المرفأ. كانت هونغ كونغ مهمة جدا لآل شان لدرجة أنهم ضمنوها في الاسم الذي أطلقوه على ابنهم الوحيد شان كونغ سانغ، وهو ما يعني ولد في هونغ كونغ. كانت وطأة الحكم البريطاني خفيفة في هونغ كونغ على الأقل مقارنة بمكان مثل نيودلهي التي حملت إداريا وثقافيا البصمة العميقة للإمبراطورية التي كان على دراية بالديناميكيات العنصرية للاستعمار. إذ كان والداه يعملان في القنصلية الفرنسية وكتب: باستثناء أنه ليس لدينا منزل رائع يطل على الشارع، كان منزلنا متهالكا وصغيرا وعالقا في الخلف. كان الناس في القنصلية يعاملوننا معاملة حسنة، ولكن منذ البداية كنا في عالمين مختلفين. أصبح مفتونا بفتاة تدعى صوفي، الابنة الجميلة جدا للقنصل الفرنسي، وكان يتصدى للأولاد الذين يضايقونها، حتى أنه في مرحلة ما سحق ولدا هو ابن لمسؤول فرنسي. وقام والد شان الذي شعر بالرعب من أن يفقد وظيفته، قام بضرب شان الصغير بالحزام وحبسه في سقيفة لساعات، ثم أجبره على الاعتذار للصبي وعائلته. من الصعب تحديد مدى التأثير الذي أحدثته هذه التجارب على شان، لأن كل حلقة من هذه المذكرات حتى الأكثر إثارة للشعور بالصدمة تروى بمراحل شان الذي لا يعرف الكلل، والتي تظهر مع مضينا في الكتاب كما لو كانت آلية وقائية، وهي بمثابة درع من البهجة. هناك أيضا إحساس عام بالنجاح الهائل الذي سيأتي، والذي يلقى وهجا حتى على تلك اللحظات التي كان فيها شان في أصعب أوقاته. قابعا إلى جانب أكياس القمامة وفي تلك السقيفة المعزولة، فكل محنة هي نقطة انطلاق للنجومية الفائقة التي ستضفي الشرعية على كل ما حدث من قبل، بدلا من التمعن في الطرق التي يمكن أن تفسد بها حياة شخص ما لكونه فقيرا وصينيا في مدينة استعمارية في الخمسينيات من القرن الماضي. تتجلى هذه النقطة العمياء بشكل خاص عندما يكتب جاكي شان عن تجربة التكوين الحاسمة في حياته عندما كان في 7 من عمره. أخرجه والده من المدرسة وألحقه بأكاديمية الصين للدراما التي كانت تنتج فنانين لدور الأوبرا في بكين وغيرها من وسائل الترفيه الأخرى. وقع آل شان اللذان كانا سيغادران هونغ كونغ بعد ذلك بفترة قصيرة متوجهين للعمل في أستراليا. وقع عقدا مدته 10 سنوات مع الأكاديمية ليسلم ابنهما لحياة من العبودية الملزمة. ويشير الكاتب إلى أن شان على مدى 10 سنوات كان يتدرب طوال اليوم من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 11 مساء، تتخللها استراحات لتناول الغداء والعشاء وجنبا إلى جنب مع الأولاد الآخرين. كان ينام على حصيرة رقيقة مبسوطة على سجادة مغطاة بالعرق والبساق والبول، وعندما كان يسيء التصرف كان يضرب بالعصا، وعندما كان يمرض يطلب منه أن يتحمل المرض ويستمر في التدريب على الكونغ فو. لم يتلقى أي تعليم تقريبا، ولا حتى حول أساسيات القراءة والكتابة والحساب. وعندما أصبح غنيا لأول مرة واجه صعوبة في توقيع اسمه على إيصالات بطاقات الائتمان، لذلك شارك في كتابة مذكراته مع الناشر. لقد كان في الواقع كتلة بشرية نشطة يجري اقتيادها كل ما احتاج إنتاج أوبرا بكين إلى مغن أو راقص أو لاعب أكروبات. وعندما بدأ يبحث عن عمل في مجموعات أفلام في سن المراهقة، كان سيده يحصل على 90% من راتبه. كان جاكي شان عالقا في الطبقة الدنيا الكبيرة لاقتصاد هونغ كونغ الكبير، والتي ما زالت حتى يومنا هذا مزدحمة بالعمال ذوي الرواتب المنخفضة من جميع أنحاء العالم، الذين يعيشون مكدسين فوق بعضهم البعض في شقق كئيبة بحجم التوابيت.
ومع ذلك فإن الإحساس السائد في هذه المذكرات هو أن انعدام المساواة الواضحة في أكاديمية الدراما الصينية بشكل خاص وهونغ كونغ على نطاق أوسع كانت تتضاءل إلى جانب الفرص المذهلة التي أتاحها لشخص نكر مثل شان كونغ سانغ، وهو يصف تلك السنوات العشر بأنها عقد الظلام، لكنه يضيف: في تلك السنوات العشر أصبحت أنا جاكي شان. يضيف الكاتب: بعبارة أخرى فإن ما أقرأه أنا على أنها قصة وحشية للاستغلال وسوء المعاملة، يقصد منها أن تكون حكاية ملهمة وشهادة ليست فحسب على قوة تحمل شان الشخصية، بل أيضا على تمسكه بأخلاقيات معينة. في الواقع في حالة شان، فإن أسطورة الرجل الذي صنع نفسه بنفسه والمبنية على العمل الشاق والتضحية قد وصلت إلى أقصى درجاتها، لأن الشيء الذي يضحى به عن طيب خاطر مرارا وتكرارا وعاما بعد عام هو جسده. ساهمت أكاديمية الدراما الصينية بشكل أساسي في نجاح شان بثلاث طرق: سهلت له إقامة صداقات مدى الحياة مع زملائه الفنانين مثل سامو هونغ الذي كان يساعده في الحصول على وظائف في الأيام الأولى، ثم شارك في التمثيل في بعض أفلامه الأكثر إثارة وشهرة. كذلك أعدته الأكاديمية للقيام بالأعمال البهلوانية المثيرة ودربته على فنون القتال التي كانت بطاقات الاتصال بالنسبة له في صناعة السينما في هونغ كونغ، وحولت جسده إلى أداة يمكنها تحمل مقادير هائلة من الألم. جاءت أحد التغيرات الأولى عندما طلب المخرج حركة محفوفة بالمخاطر، وهي قفزة إلى الأسفل من شرفة عالية دون وجود سلك ليتلقف الرجل إذا ما فشلت الحركة، ورفض منسق المشاهد السماح لأي من رجاله بأداء الحركة. عندئذ تطوع جاكي شان وكسر ما كان بمثابة إضراب عمالي يتعلق بهذا الأمر، وسأله المنسق: ماذا دهاك؟ هل سئمت الحياة؟ لكن شان أنجز الحركة مرتين ليرسخ سمعة باعتباره شخصا جريئا، وعندما بدأ يمثل في أفلامه الخاصة أصبحت الحركات المثيرة الأصلية إحدى سماته المميزة إلى جانب مظهره الكوميدي، وهو ما بلغ الذروة في فيلمه درانكن ماستر الذي أخرج في سنة 1978. يقول للقراء: أنا دائما أؤدي الحركات المثيرة الخاصة بي بغض النظر عن مدى خطورتها، ومع هذه الحركات جاءت العشرات من الإصابات والتي كان يعرضها بعد ذلك على الجماهير بعد انتهاء الفيلم، وشملت هذه الإصابات سقوطا كارثيا أثناء تصوير فيلم The Armor of Good، أوشك أن يؤدي بحياته. في مذكراته يحكي جاكي شان بفخر أجزاء الجسم الذي تحطمت خلال حياته المهنية، الأنف والفك والكاحل والجمجمة، ويكتب عن المتاعب التي تسبب فيها عمله: أحيانا ما تتعرض ساقي للخلع أثناء استحمامي، أحتاج إلى مساعدي ليساعدني على إعادتها إلى مكانها ثانية. ويقدم شان هذا دليلا على تفانيه في الحرفية، وهو أيضا ما يجعله استثنائيا، لا تألقها أو ابتسامتها أو أي صفات أخرى، ولكنها رغبة شبه مازوخية تقريبا في المخاطرة بحياته من أجل الكاميرا. أصبحت تلك الأفلام البارزة المليئة بالقفزات المستحيلة من قمم المباني وغيرها من أشكال التماس مع الموت هي السمة المميزة لأفلامه، وهي مشاهد تعلق بالذاكرة أكثر من حبكة الفيلم أو الشخصيات. وبحلول الوقت الذي صور فيه رامبل في برونكس خلال التسعينيات، كانت غرائب شان تمثل الإمكانيات الهائلة لما يمكن أن يفعله الإنسان على الشاشة، وسرعان ما يتم تجاوزه بواسطة الصور المنشأة بالكمبيوتر. ولكن عند قراءتها بوصفها قصة نجاح في هونغ كونغ، فإنه يترك الانطباع المؤسف أن الطريقة الوحيدة للنجاح في هذه المدينة هي أن تقتل نفسك حرفيا تقريبا بالإفراط في العمل. إنه لأمر محزن أن جاكي شان غير قادر في كتابته على استحضار السحر البهيج لمشهد قتال جاكي شان، غالبا ما يعمل المقاتلون في مساحة ضيقة بشكل غير مناسب مع وجود عدد قليل من الدعائم التي إما أن يتغير وضعها أو يتم تحطيمها تماما، بحيث تتغير المساحة بطرق مفاجئة كما لو كان هناك بعد غير متوقع للواقع يتكشف باستمرار أمام عينيك. من العار أيضا أن شان لا يقول الكثير عن أسلوبه في صناعة الأفلام في هونغ كونغ كما يظهرها. على سبيل المثال، ليست هي هونغ كونغ التي يبرزها جون وو الذي كان رائدا في جمالية أفكار الحركة المثيرة التي قلدها كثيرا كوينتن تارانتينو.
أو وونغ كارواي، جميع الزوايا الحادة والانعكاسات والإضاءة القاسية، حتى قطرات المطر براقة بفعل أضواء النيون. إنه شيء أكثر وضوحا وأكثر مباشرة وحتى قبيحا بعض الشيء. سماء رمادية حليبية وتصميمات داخلية مكتبية باهتة ومباني سكنية متماثلة بيضاء ترتفع في التلال الخضراء بموازاة السياج المنتظم. ينبع السحر الرئيسي لهذه الجمالية مثل الصورة الصفراء من العمر، إذ يعيد تاريخ هونغ كونغ إلى لحظة معينة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما كانت في ذروتها وتتطلع إلى تسليمها إلى الصين سنة 1997 بقدر متساو من الأمل والخوف. يترك القارئ ليس مع عامل تذكير بعبقرية جاكي شان، بل بالقصة الحزينة عن حياته الناجحة للغاية. إنها قصة استعمارية قديمة، ساكن الأقاليم البسيط الذي أصبح دنيويا، رغم أنه في حالة شان لم يتطور بما يتجاوز كونه أصبح محدث نعمة مهرج على حد وصف الكاتب. يكتب عن ذلك بمعنوياته العالية المعتادة: كيف يكون شعورك وأنت تنتقل من كونك مفلسا تماما إلى كونك مليونيرا عمليا بين عشية وضحاها؟ أن تنتقل من كونك خاسرا غير متعلم إلى كونك نجما مشهورا كان أمرا رائعا. إنه يشرب طوال الوقت، إنه يدمر السيارات باهظ الثمن ويشتري سيارات جديدة، وينفق الملايين من الدولارات على الساعات الفاخرة، ويطارد النساء الجميلات، ويرخص على جاكي شان لنبيذ أسترالي بعد أن قام ببطولة ذا راش هاور مع كريس تاكر في سنة 1998. أصبح نجما أصيلا في أمريكا، حيث أن قام بإنتاج سلسلة من أفلام الحركة الكوميدية في منتصف العمر إلى الشيخوخة، مما جعله أكثر ثراء وشهرة. جاكي شان يتزوج ويرزق بطفل يدعى جي سي، أي الأحرف الأولى من اسمه جاكي شان، جي سي. لكنه لا يكاد يرى عائلته لأنه يعمل باستمرار، ولديه أيضا طفل خارج نطاق الزوجية، على الرغم من أن هذا لا يستدعي سوى عقوبة مرتجلة. يصبح في أقصى حالات الإدراك عند مناقشة إدمانه للعمل ويكتب: عندما كنت صغيرا نظر الناس إلي باحتقار، وعندما كنت شابا بالغا عشت في فقر، وعندما وجدت النجاح أخيرا كنت مدفوعا بأن أقدم للعالم فيلما جديدا تلو الآخر كي أظهر للجميع ما أستحقه. إنه غني بما يتجاوز أكثر أحلامه جموحا، لكنه غير قادر على التخلص من الشاب المسكين الذي يسكن بداخله منذ صغره، وهو شخص يتحرق إلى العمل ويخشى الهاوية التي يمكن أن تنفتح عند قدميه في أي لحظة، وفقره هو الجرح الذي لا يندمل. ويتوقف الكاتب في عرضه للكتاب عند مواقف شان السياسية، ويلفت إلى أن تلك التجارب الآلمة التي مر بها في حياته لم تترجم إلى سياسة متعاطفة فيما استوعبت الصين هونغ كونغ، وأصبحت مدن البر الرئيسي تنافس هونغ كونغ في الثروة والقوة. تمسكت المدينة بالسمة الوحيدة التي جعلتها بالفعل مستعمرة بريطانية، وهي أنها لم تكن ديمقراطية، ويبدو أن شان يرغب في إبقائها على هذا النحو، حيث تعتبر الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ وصمة في شهرتها المبنية على التجارة والنظام الخالي من الاحتكاك. وشكى في سنة 2012 من أن هونغ كونغ أصبحت مدينة احتجاج، الناس يوبخون قادة الصين أو أي شيء يحلو لهم ويحتجون على كل شيء. وفي سنة 2009 قال: لا أعرف ما إذا كان من الأفضل أن تكون هناك حرية من عدمها. مع الكثير من الحرية يمكن أن يحدث الكثير من الفوضى، قد ينتهي الأمر كما هو الحال في تايوان. وأضاف: يحتاج الشعب الصيني إلى السيطرة عليه، وإلا فإن الناس سيفعلون ما يريدون في الواقع. فإن نموذج الصين الاستبدادي الرأسمالي، حيث يتطلع أكثر من مليار شخص إلى قضاء بعض الوقت في دور السينما، هو نموذج يناسب جاكي شان بشكل جيد للغاية. لقد نقل قاعدة عملياته إلى بكين، وأصبح نوعا من سفراء القوة الناعمة للحزب الشيوعي، وصنع أفلاما ذات توجه قومي مع شركة إنتاج البر الرئيسي. وإذا كان شان يمثل يوما ما، يمكن لمواطن في هونغ كونغ أن يفعله مع قليل من الخسارة وقليل من الحظ، فإن مذكراته المتوثبة بلا كلل تقدم رسالة مختلفة: الحياة صعبة، لذلك يجب أن يكون المرء أكثر صلابة. إنها روح ربما كانت موجودة طوال الوقت. إن فيلم بوليستوري الأول هو أحد أفضل أفلامه،
يختتم بمشهد قتال ملحمي في متجر ضخم، ذلك الرمز المتغلغل للاقتصاد الاستهلاكي في هونغ كونغ على خلفية من الملابس الراقية والمجوهرات والإلكترونيات. يقاتل شان مجموعة كاملة من الأشرار حيث يقذفهم ليرتطموا بدون عرض الملابس ويتدحرجون على السلالم المتحركة. هناك زجاج محطم في كل مكان حيث ترتطم الأجسام بنوافذ العرض وواجهات المحلات. عند نقطة ما لسبب غير مفهوم تظهر دراجة نارية تتقدم لاختراق المزيد من ألواح الزجاج، وعندما يبدو أن رئيس العصابة على وشك الهروب يقفز شان من أعلى طابق في المتجر إلى عمود عملاق مزين بالأضواء وينزلق طوال الطريق إلى أسفل في دوامة من الشرور الكهربائية. في مذكراته يكشف أنه صرخ بعبارة أنا أموت أثناء قفزه. يصطدم بالمزيد من الزجاج في الأسفل وفي حركة واحدة غير متقطعة ينهض ويستمر في القتال. يعلق الكاتب في نهاية عرضه قائلا: يظل ذلك المشهد مذهلا إذ يجمع بين كل من ما يحبه الجمهور عن جاكي شان، الحركات الرياضية والأعمال الجسورة وفعل الخير لكل إنسان، ولكن هناك شيء مقلق حول هذا الموضوع أيضا، هو الطريقة التي يدمر بها جاكي شان هذا المركز التجاري ويدمر نفسه أيضا. كان هناك دم على وجهه على أي حال، وهذا الدم كان حقيقيا.